العزيز علينا من تونس. أكيد رجعنا إلى استوديو سلاما يا عراق، وأكيد للفن العراقي نكهة خاصة ولذة خاصة. أكيد ما نقدر نترك برنامجنا إلا ما يكون لنا بصمة لفنان لشاعر عراقي متواجد معنا في برنامجكم سلاما يا عراق. إذن فناننا اليوم فنان متعدد المواهب، فنان له بصمة خاصة وله فن غريب وجديد. إذن لنرحب سويا نحن وأنتم مع الفنان والشاعر. طبعا نسيت أنه أضيف هذه المعلومة أنه هو فنان تشكيلي زائدا شاعر، أكيد وسام الفراتي. فأهلا وسهلا بك وحياك الله ويسعد صلاة. أهلا وسهلا بك أستاذ وسام، منورنا. طبعا هي ذكرى شلبة موضوع الشعر، اوكي؟ احنا نبتعد عن الشعر. بداية يعني انت في ظل مجموعة من الامور، انت فنان تشكيلي مهم في هذه الفترة وخصوصا في شارع المتنبي. فماذا يمثل لك شارع المتنبي؟ نبدأ من شارع المتنبي لانه مهد الثقافة، مهد الحضارة في هذه الفترة وفي كل الفترات. اكيد. طبعا شارع المتنبي اعتبره بيتي الاول والاخير. صراحة هذا الشارع اللي أقوم نخبة من الفنانين والمبدعين، هذا الشارع اللي أشوف ابتسامة العراقيين به، ابتسامة الأطفال به. الجمعة بصراحة حبيتها لأن ألتقي بأصدقائي بالمتنبي والفنانين. شارع المتنبي طبعا قبل فترة ما كان هيك بصراحة، كان يعني في قلة يجون. صحيح. سوينا جروب مرسم الحر اللي مسؤول عليه هو الاستاذ حسن الصباغ، نادي تشكيل رائع. تحياتنا لك. طبعا هذا الانسان بيتهم بالعزيزيه، كل جمعه يجي الله هو وكرم الواسطي وبعض الفنانين يجون يسوون مرسم حر بالمتنبي. بصراحه لوحاتنا قمنا نعرضها بالمتنبي بعيدا عن القاعات المغلقه، لان اكو بعض الاشخاص الطبقات البسيطه يقول لك اخاف اروح للقاعات المغلقه حسب كل شيء. فسوينا مرسم حر، الاطفال، الفنانين، النساء، الرجال، الشيوخ، الكل تجي تباوع الفيلم مالنا هذا. نعم. طيب انا اسف سماح، يعني المرسم الحر ومجموعه من الاطفال ومجموعه من الكبار، يعني ما متحدد بمكان ولا يوجد مكان لهذا الموضوع. انت متميز في هذا الفن، نتحدث عن هذا الموضوع، حدثنا عن هاي الميزة لهذا الموضوع، يعني انت مختلف عن الموجودين. جزء اكو لوحات، اكو مجموعة من اللوحات التشكيلية المهمة او اللوحات الفنية، ولكن انت تختلف بطرحك، فماذا يختلف طرح وسام الفراتي عن بقية الرسامين؟ بصراحة الشغل مالي يعني ما مطلق عالميا. الشغل مالي عبارة عن لوحات خشب MDF، اسلاك نحاس، معجون طلس اللي يستخدم بالبناء، والوان معتقه اللي اصنعها من الطبيعه. نعم. بصراحه يعني حبيت اسوي لوحه بدون ادوات رسم، بدون فرشات، بدون اللوحه طلعت يعني الحمد لله وشكر، يعني المتلقي من يباع عليها يقول لي هاي شلون سويتها، هاي شلون عملتها، هو هذا المطلوب اللي اريده اني. بعيدا عن المائي والزيتي، لان المائي والزيتي يعني وين ما تروح موجود. صحيح. بالعرب، بالغرب، وين ما تروح. فحبيت انفرد، والحمد لله وشكر انفردت وميزت. اذا مع هذا الخط الجديد اللي انفرد به حضرتك، هل كانت لك مشاركات خارج العراق على اعتبار انه حضرتك الان تعرض لوحاتك في شارع المتنبي، هل كانت لك مشاركات اخرى خارج العراق؟ بصراحه ما عندي مشاركات خارج العراق، بس لوحاتي خارج العراق طلعت. ايه كيف خرج هاي؟ بمساعدة يعني جمعيات تتعاون مع حضرتك أم مع أفراد؟ كله شخصي بصراحة. من المتنبي بعت لوحات فرنسيين، أمريكان، يعني جتي أمريكية أخذت عندي لوحة، فرنسا، كندا، والأميال مالهم طانية والتواصل بقى، وقمت أدس على الدي اتش ال اللوحات مالتي خارج العراق، سويد، درويج، هولندا، الحمد لله وشكر، يعني حتى قمت تزولي لوحات عالميه بحيث بشغلي اشتغلها، يعني قالوا شغلك حلو مختلف وبي صعوبه، بي صعوبه. كم الحمد لله وشكر. منك لوحه؟ نعم. يعني انتهاء الفتره اللوحه مو شرط، اكو ساعه بس تحمل اكو بيها معنى كل شيء، اكو ثلاث ايام، اكو يومين، مو شرط، لان يعني هو العمل مالي
قلت لك مو بلايس والعفو مو فرشه هاي بلايس شغله بلايس ولاويه يعني شيء مختلف وطرح مختلف يعني نتمنى من كل المختصين الذهاب الى شارع المتنبي. بصراحه شارع المتنبي هو اللي البيت او الملاذ الامن للوحات وسام الفراتي المطروحه في هذه الفتره من النوع المختلف من النوع الجديد البعيده عن الاطر التقليديه لمجموعه الرسامين. طيب كيف ولدت هذه الفكره في بالك؟ بصراحه هي الفكره من 95 طبعا أنا مهنتي الحقيقية حداد. نعم. كنت أتفنن بالحدادة دائما بالباب شباك كتيبة. فبصراحة هم تعتبر هاي هم نوع هم بها حديد وهم بها هاي الشيء. فبصراحة يعني قلت لك اللي شدني شنو أول شيء شدني هو فن يعني شلون تجيب منها تجيبها منها هو فن. أول شيء الهواية مالتي المهنة الحدادة. الأصلية لأن أحبها مارست هذا الشغل وثاني شيء أريد أنفرد أنا دا أرسم زيت دا أرسم ما أي عادي يعني حالي حال أي رسام ما تحس بجوز همي أبقى حالي حال أي فنان هسه ما علي ضوء صحيح فلازم أتميز لازم أنفرد لازم أطلع بشيء جديد عند الجمهور. ما حاولت حضرتك تسورش عملية تعليم الكبار الصغار هذا الفن الجديد او الخط الجديد اللي خطه وسام الفراتي لنفسه؟ بصراحه حتى يكون هناك تواصل. بصراحه اخوي هسه قاعد اعلم به يعني الاقربون اولى بالمعروف. اول شيء بعدين طيب يعني بالامكان ان يكون وسام الفراتي مدرسه لهذا الفن ولهذا النهج ولهذا السياق صراحة من هذا الموضوع. بصراحه انا بالمحفل الجميله طبعا ما تخلص محفل الجميله رحت اعطيت محاضره على هذا الفن مالي وكانت الدكتوره خديجه موجوده. نعم. اعطيت محاضره مو على الفن بس قلت لهم شلون الواحد يبدع شلون الواحد المفروض يحب الفن المفروض الواحد يحب الحياه لان هي الحياه من تحبها هي راح تخليك تبزح هي راح تخليك. طيب وانت محب للحياه يعني محب للطمانينه محب للجمال ماذا تقول لكل رواد شارع المتنبي ماذا تقول لكل رواد الثقافه العراقيه في شارع المتنبي؟ والله اقول لهم استمروا لان المتنبي هسه صار بيروح بصراحه. هسه صار انت مواظب على هذا الموضوع كل جمعه موجود هناك. انا جزء من المتنبي. نعم الله جزء من المتنبي. نعم. يعني المتنبي بصراحه قلت لك عندي عرس يعني بيوم الجمعه اكو معلومه الخميس ما انام. الله بس انتظر الجمعه شو انتظر الجمعه بالخمسه ونص سته انا طالع ماخذ لوحاتي ورايح. اي لان بصراحه اشوف الاصدقاء اشوف الاطفال اللي يخبلون يعني بصراحه من اشوفهم حتى اروح. اذا تحدثنا عن وسام الفراتي الفنان التشكيلي، نتحدث ولو بشكل مختصر عن وسام الفراتي الشعر. ما منها اليوم. اكيد. بصراحه الشعر يعني واحد ورد نسمع اكيد يعني مو بس انت تتحدث طبعا اكيد. الشعر. بصراحة الشاعر برحم أمه ينول الشاعر. نعم. الشاعر هم رسالة حال حال فنان تشكيلي نحات. الشعر بصراحة أنا هسه مبتعد عنه. مكرس روحي للفن التشكيلي. بس هي القصيدة من تجي تدق بابك مصيبة. لازم نعم. تكتبها ولازم تقراها. صحيح. بصراحة أنا هسه قاعد أبتعد من الشعر. ما أعرف ليش. يعني اذا مبتعد عن الشعر مبتعد عن القصيده. سؤال وباختصار يعني ما هي اهم الشخصيات الموجوده او الشخصيات اللي رسمتها انت بلوحاتك باختصار؟ باختصار جواهري. الله. اذا من الجواهري العظيم يعني بالتاكيد الجواهري في كل الاوقات وفي كل الازمنه هو الرافد الاول وايضا النهر الثالث في العراق الاستاذ والفنان التشكيلي وسام الفراتي. شكرا جزيلا لانك معنا في هذه الاستضافه البسيطه ولكن للقادم سيكون حديث من نوع اخر ان شاء الله. ان شاء الله والله اني ويعني لوحات تجيب لنا مش مواضيع اكيد ان شاء الله لانه انت اليوم قصر يعني. لا لا ان شاء الله ما قصر ان شاء الله ما قصر بس هي صارت الشغله قلت لك مستعجله هذا ان شاء الله هي اموري وشكرا شكرا جزيلا لوسام الفراتي. شكرا لك وان شاء الله مثل ما قال الليث نحب نستضيف حضرتك بحلقات جديده من برنامجنا سلام. انا الله خلقني لكم يعني انا سعاده المشاهد. الله يخليك. اذا مشاهدينا انتهت فقرتنا لهذا اليوم وحديثنا كان مع الفنان العراقي التشكيلي وسام الفراتي. اذا فاصل ونعاود.